أهلا بكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. كشفت وزارة التجارة في العراق عن أن مخزون استراتيجي الحنطة لا يكفي إلا لثلاثة أشهر على الأكثر، وقال مدير عام الشركة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة محمد حنون إن لدى الوزارة أكثر من 800 ألف طن من الحنطة المسوقة و250 ألف طن من الحنطة المستوردة، فضلا عما تبقى من الحنطة للموسم التسويقي السابق، مبينا أن هذه الكميات سوف تكفي لتوزيع الطحين لثلاثة أشهر فقط، ما يعني أن العراق سيدخل مرحلة الخطر في ظل أزمة الحنطة التي يعيشها العالم بسبب الأزمة الأوكرانية. قال وزير النفط الحالي إحسان عبد الجبار إن ما يتم دفعه لشركات التراخيص المستثمرة في البلاد يبلغ قيمته 13 مليار دولار سنوياً، وأشار عبد الجبار إلى أن العراق يسعى لتعجيل خطط الاستثمار في الحقول النفطية والغازية، موضحاً أن العراق بحاجة إلى سنتين حقيقيتين من العمل بغية إرجاعه إلى وضعه الطبيعي في استثمار كامل لطاقته من النفط والغاز، ويحتاج العراق إلى تغطية فترة الفراغ التي كانت في الاستثمارات منذ عام 2014 إلى عام 2020 بفترة الركود الاقتصادي التي عاشها العراق، مستفيدا من خطة أوبك لتحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك لتوفير احتياجات السوق في ظل أزمة أوكرانيا. أعلنت هيئة الإحصاء التركية عن أن العراقيين تراجعوا إلى المرتبة الثالثة بعد هيمنة الروسية كأكثر الجنسيات شراء للعقارات في تركيا خلال شهر نيسان الماضي. وقالت الهيئة في تقريرها أن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 58% وعشر في نيسان عام 2022 بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 6447 منزلاً. وأشارت الهيئة إلى أن الروس تصدروا قائمة الشعوب الأكثر شراء للعقارات في تركيا، وجاء الإيرانيون بالمرتبة الثانية، بينما احتل العراقيون المرتبة الثالثة على الرغم من تصدرهم القائمة منذ عام 2015. حذرت أكبر شركة والمستورد الرئيس للقمح في اليمن من مجاعة جماعية وشيكة في البلاد ناجمة عن الارتفاع في أسعار القمح العالمية والاضطراب الكبير في الإمدادات الناتج عن تداعيات الصراع في أوكرانيا والتناقص السريع في المخزون في جميع أنحاء البلاد، داعية إلى التحرك العاجل لمواجهة أزمة القمح اليمني. وتوقعت مجموعة هائل سعيد أنعم من تفاقم أسعار القمح العالمية بصورة أكبر بسبب حظر تصدير القمح الهندي الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين فقط. أظهرت بيانات تتبع حركة الناقلات أن روسيا أصبحت رابع أكبر مورد للنفط للهند في نيسان الماضي، وارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 6% أو نحو 277 ألف برميل يومياً في نيسان الماضي من نحو 66 ألف برميل يومياً في آذار مارس، عندما كانت في المركز العاشر وفقاً للبيانات التي قدمتها مصادر تجارية. ومن المتوقع أن ترتفع نسب الشراء بشكل أكبر في الأشهر المقبلة على وقع محفزات الأسعار المنخفضة التي تطلقها روسيا بسبب العقوبات الغربية وقرارات الاتحاد الأوروبي المنتظرة باحتمال وقف استيراد النفط والغاز الروسي. وهذه انتقالة إلى أسعار صرف العملات والمعادن.
انتهت أخبار الاقتصاد، شكرا على طيب المتابعة.